شرينا واحد ليه هو ديالي الله يجعلو نتحيا خاي محسن الحق تبارك الله الراس ديال السوق والله على دخلت بزاف الدراهم المليح المليح عنده تبارك الله يحصل حولي المليح صوبات ديالك كاين شي بحالو كيقول ما كاين شي بحالو حنا قلناها حنا عارفين الحكم راه ندوزو طبيب غير راه حيلاتو الكاميوم اللي كاين كطير له وانا باقي لك كتاب صوروا من وريهم هانيه ياك علاش يقول وريهم من الوالد اخي نقول له السلعه ديالك الوالد الوالد كاين اي تبوم الزوق ها الله الوالد قد عاش بوات السلعة خنيفة خد ثمن ديالو هذاك راهو اللي كاياك هذاك 405 405 شنو هدايا؟ انا 400 400 الاخوان هاد القطيع هادي عندو حمله دم تما جا مطرف شويه ما كيوصلش عندو بنادم بزاف مشينا انا وديك الولد صاحبي شفت له واحد الحاولي راه هو كيجري مورا ديك الحاولي صدق تفاهمنا مع قطعوا لنا في الاول ب 5500 درهم عطيناه فيه 4000 درهم ومع المرا ديالو مع واحد السيد خدام معاه واقيله بقاو كيقولوا له زعما بين الدراري غيبي غيبي زعما غير استفتح واش فهمتي هاد الولد هذا اللي في جالس كي هذا اللي كيشيال ليه بقى كيقول له المراه ديالو زعما غيبه غيبه الناس خصها تستفتح وقيلا ما كيوصلش عنده بنادم بزاف تبارك الله الحاولي بحال بحال كيدار داه ديك الولد صاحبي ب 4000 درهم خلصناه انتما تشوفوا هاد الحاولي هذا اللي شابر وهذا هذا تبارك الله هذا وهذا الحاولي كما كتشوفوا في الصوره ها وهذا 4000 درهم اللي مربوط بهاد الحبل في راسه زرق حاولين مزيون